السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي غادي يكون تتم مع الفيديو ديال البارح. البارح كنت درت واحد الفيديو على بأن راه بدات الصرف ديال الأموال ديال الدفعة الثالثة، والناس توصلوا بلي كود البارح وسحبوا الأموال ديالهم، في حين أن وزارة المالية عنات بأن حتى الغدا إن شاء الله غادي تبدأ العملية، وهما سرعوا من هاد العملية هذه باش يستطيعوا الناس كاملين أنهم يتوصلوا بالفلوس ديالهم قبل عيد الأضحى. إذا كما قلت لكم هاد الخبر راه يعني موثوق منه 100%، ما فيش الكذوب. فاليوم احد الاقرباء ديالي توصل بالكود ومشى استلم الفلوس ديالو من الشباك الاوتوماتيكي ديال القرض الفلاحي. هذا هو الميساج اللي كما كتشوفوه هنايا، ولكن العمليه في القرض الفلاحي راه مبدله كما كتعرفوا كاملين. في الاول كيطلبوا منك انك تدخل الرقم الهاتف، من بعد كيطلبوا منك انك تدخل الكود، من بعد 6 ارقام ديال البطاقة الوطنية، ماشي 4 ديال الأرقام بحال الأبناك الأخرين. اللي عنده 2 أو 3 أو 4 يكمل بالأصفار، أو حتى 5 يكمل بالأصفار. من بعد كيخرج لك الاسم والنسب ديالك ديال المستفيد اللي غادي يستفد، وصافي وكتضغطوا على تأكيد وكتخرج لك الفلوس. وكنتمنى ان الجميع يتوصلوا بالبليكود ديالهم. كنبغي نذكركم بان العملية غادي تكون تدريجيا تفاديا للاكتضاض والازدحام في الوكالات البنكية، وانتم عارفين مع الظرفية اللي كنعرفوها دابا ديال المرض. فكنطلب منكم تاخذوا الاحتياطات ديالكم دائما. هذه النصيحة كنبغي نختم بها الفيديو ديالي. نتمنى التوفيق للجميع، وبسلام عليكم إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.